سؤال يشكل على كثير من الإخوة المستمعين الكرام. السؤال هو فضيلة الشيخ عن دعاء الختمة في آخر ليلة من رمضان، هل هو وارد عن الرسول الكريم أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ الختمة التي يدعى بها في آخر رمضان ليس لها أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا عن أحد من الصحابة، فلا أعلم إلى ساعتي هذه أنه ورد عنهم أنهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء في الصلاة. نعم، ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وهذا في غير الصلاة، وليس كل شيء مشروع خارج الصلاة يكون مشروعا فيها، لأن الصلاة محددة في أفعالها ومحددة في أذكارها. ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذا يقاس على ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنه دعاء وخير، والصلاة محل دعاء وخير، وإن كانت أمكنة الدعاء فيها معلومة كالسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والقيام بعد الركوع. فرأى أنه يستحب الدعاء عند انتهاء القرآن ولو في الصلاة، ولكن الذي أراه أنا أن ذلك ليس لا يستحب، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. ولكن إذا كنت خلف إمام يرى استحباب ذلك ودعا بعد انتهاء القرآن فلا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة أو أن تدع الصلاة معه من أول الأمر من أجل هذا الأمر، من أجل هذه الختمة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا أتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر، لكن كل هذا من أجل الائتلاف وعدم التفرق، وهي نظرة جيدة من الإمام أحمد رحمه الله. فالذي أرى أن الإنسان لا يفعلها، ولكنه إذا اهتم بأحد يفعلها فليتابع وليؤمن على دعائه، وهو بهذه النية، أعني نية الائتلاف وعدم التفرق، مثاب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ محمد.